سفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، اهلا بيكم ومرحبا في برنامجكم الشيف. النهاردة هنعمل ترايفل كيك. عندي طبعا عايزين نعرف نقول حضراتكم ايه الترايفل اللي هو كيك شيف. بيتعمل بكذا شق وبكذا طريقة، لكن احنا بنحاول نعرف الموضوع وهنشوف حضراتكم نعمل الاول ازاي الكيك وبعدين ندخلها الفرن، وبعد ما نطلعها من الفرن هقطعها وهنعمل ايه في الترايفل كيك شيف. مقادير التورتايه الاول اللي هنعملها مع بعض، هنشوف مقاديرنا. عندي 10 بيضات، كوبايه وربع سكر، كوبايه وثلاث ارباع دقيق، نص معلقه فانيليا، وعندي نص معلقه كيك شيفز. مقادير سهله جدا وهي طريقتها سهله، لكن بعد كده هنشوف عندي بقى ايه اللي هو الترافل كيك. عندي اللي هو الكيكة لما بقطعها مكعبات صغيرة اللي هي الفانيليا. هنشوف مقادير التانية لو ايوه كده. يبقى عندي مقاديرها هنشوفها مع بعضينا. لا كده المقادير غلط يا جماعة. ايوه. يبقى عندي 300 جرام كيك فانيليا مكعبات، وعندي فراولة، عين جمل، خوخ. طبعا كل دوت اللي هو الجرنش بتاعنا اللي هنعمله مع الجيلي والحاجات دي كلها. مش عايز اكتر معاكم في المواضيع عشان ايه ما تزوقوش مني. هنحط كده السكر ادي، نرفع دي الاول، هنكسر واحده واحده على اساس ان انا عندي لو في بيضه بايظه زي ما احنا اتفقنا مع بعض نبعدها بره. يبقى كده اهو نبدأ نشغل، واحنا برضو ايه عشان نكسب وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. كده افضل لي بدل ما كله يبوظ مني، يعني هكسر 10 بيضات اكسرها واحدة واحدة كده، بدل ما اكسر لغايه رقم 8 او رقم 7 وتنزل واحده فيهم خسرانه تروح ارمي كله. لا يبقى سهل نرمي واحده بس بدل ما ارمي الكل. كده هنا عايز اقول لست البيض لما تجيب البيض من السوبر ماركت هنجيب ميه بصابون ونحطه فيها لمده 5 دقائق، نغسله بعد كده ننشفه ونحفظه في التلاجة. افضل لي دي يعني صحيا جدا، لان احنا عارفين البيض بيجي ازاي وعايزين نتلاشى اخطاء الغير. طيب كده انا مشغل المكنة بتاعتي. الو يا منى، مساء الخير. مساء النور. ازيك يا منى؟ الحمد لله تمام. وامور يا منى؟ انا اولا بحب اشكرك على اللي انت بتعمله كله، يعني على طول ماما بتعمل كل حاجه انت بتعملها. يا اهلا بيك، يا اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اتفضلي يا منى. دلوقتي عايزه اعرف الطريقه بتاعه السينابون اللي هي السينابون. اللي هي يا فندم الكريب والسينابون. الكيك والسينابون. الكريب. 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 حاضر يا فندم. حاجه تانية؟ لا ميرسي. ميرسي بس. ميرسي ليك. هجيب لك السينابون على الشاشه والكريب هقول لك عليك. بايت دي كوباية لبن، ثلاث بيضات، ثلاث معالق زيت، ذرة ملح، ذرة سكر. يبقى كوباية دي كوباية لبن، ثلاث بيضات، ثلاث معالق زيت، ذرة ملح، ذرة سكر، بتضربيهم كلهم مع بعضيهم ويكون عندك الطاسة سخنة على النار اللي هي التفل ما بتلزقش. ادهنها زيت وحطه وهز الطاسة، اقلب على الوش الثاني هيبقى معاك زي الفل. هنا انا لازم اعمل الجيلي قبليها بيوم او بساعتين او بثلاثة، المهم يخش التلاجة كده، يخش التلاجة كده. عجينة الاسبونش اللي هي انا شغال فيها دلوقتي اهي، ده الاسبونش كيك عندي اللي انا هشيل الحروف بتاعتها كده. دي الكيكة اللي هي عندي هعملها وهقطعها مكعبات اهو.
طبعا لازم الكيكه اللي انا هعملها لازم هتكون مكعبات صغيره كده اهو. طيب بعد ما خدنا المكعبات الصغيرة دي هحطها هنا كده، هنا هزوق كده، ادي الخوخ اهو يا ست فاطمة. الو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته يا ست فاطمة. أنا مبسوطة جدا إن أنا بكلم حضرتك كتير. ده أنا تحت أمرك يا فندم. ربنا يخليك. اتفضلي، سؤال حضرتك إيه؟ على كل اللي بتعمله. لا تحت أمرك يا فندم. كنت عايزة أسأل حضرتك على الكريمة اللي بنحطها على الكيكة. أبقى بس توطي صوت حضرتك عشان أسمعك كده. من فضلك. أنا بوطي صوت التلفزيون. وطي صوت التلفزيون بس يا فندم. انا بعيد خالص عن التلفزيون كده. تمام، الاطفال اللي جنبك بس اسمعك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. بقول عليك حضرتك على الكيكه، الكريمه اللي بنحطها على الكيكه، في طريقه غير الكريم باودر؟ في كريم شانتيه وفي كريم فريش، في كذا طريقه حضرتك. على عيني تموري. احنا بنشكر حضرتك جدا. حاضر يا فندم، تحت امرك. كده عندي هنا اهو، لو انا دي سخنة مش هقدر اعملها كده، لو دي سخنة مش هقدر ازوقها كده، ويفضل ان احنا نخليها في التلاجة، ما نحطهاش في الفريزر عشان تبقى معايا بالشكل ده اهو. يا عم عسكر، السلام عليكم. انت عامل ايه في الساعة يا عم عسكر؟ والله اذا عمالين نجري حوالين التراك في النادي يا باشا. والله العظيم احلى ايام، ايام الشتاء والبرد دي. بس حلوة قوي على فكرة، نجري بندفع. نعم؟ اه والله زي الفل. في حاجة في التليفون يا جماعة مش سامع كويس. العم ممدوح وعلاء اللول ونصر عسكر بيشكروك هنا في النادي. صباح الفل يا عم الحاج. صباح الورد. صباح عشان خاطر الحلاك للحرشه اللي انت عملتها امبارح، اللي زي الفل دي. صباح الفل يا عمنا. صباحك زي الورد يا عم. الله يخليك. عم ممدوح والنبي. صباح الفل يا عم الحاج، كل سنه طيب. كده هنا ادي العين جمل، لازم اكسره كده. خلي بالكوا الحلقة النهاردة جميلة اهو. ادي المكسرات بتاعتي. ادي الهيرو الاساسي بتاعي اهو. خلي بالكوا ده ممكن يكون تحت في الكاس خالص من الاول، بس انا بدخله في الطبق بتاعي زي ما يجي وزي ما يجي، لان انا عشان احطه في الكاس الاول مش هبينه قدام حضراتكم، فانا عايز اعمل كده عشان نشوفه مع بعض اهو. كده اهو. هنعمل بقى الباستر كريم. ايه هو الباستر كريم؟ هلا هنشوفه مع حضراتكم. في باستر كريم
في شو بيست كريم. بيختلف ده من ده. كده 200 ميلي جرام على 100 جرام. انا هنا عندي المقادير بتاعتي. لو انا عندي 300 جرام البستك 150 جرام 300 جرام مي او لبن. يا ده يا ده. ادي البودرة. ادي اللبن. وادي المضرب. طبعا مهم جدا الاسبونج اللي عندي دوت يبقى فوم كده. كده ادي الباست كريم. طب هقفل لك بس عشان ما اقفلش عليها تسقط مني. معلش حقك عليا. ماشي. ده عندي اهو. لازم اضرب الاثنين كله مع بعض اهو. لازم كله يتماسك مع بعضه. ده الكريم باستري او الباستري كريم. امال ايه هو بقى الشو بيست كريم؟ لما احنا بنقول ده الباستري كريم، ايه هو الشو بيست كريم؟ كده ده بيعمل فوم اهو. ده كريمة كريم شانتيه اهو. هل انا لما اضم ده على ده هينفع معايا؟ كده ادي كيس. هعمل ايه بقى؟ ادي ده كده زي ما انتم شايفين. ادي الكريم بتاعي الشنطير. بقلب واحدة واحدة بقى اهو كده اهو. عايز اللون الجميل دوت مع بعضه اهو. بعد كده هذا الكيس بتاعي
اهو ما حاولش اقلب فيها كتير عشان خاطر ما تسقطش مني اهو. كده الم نفسي طيب كده نجيب دول على جنب وادي مقص هاخد الحرف ده كده وابدا كده هنا خلاص ادي هنا كده ابدأ نخلص الاول الطبق بتاعنا دوت وبعدين نبدأ نشتغل. يا رانيا صباح الخير. صباح الخير يا شيفنا يا جميل. ست رانيا صباح الفل. ازيك عامل ايه؟ ازيك يا قمر؟ الحمد لله تمام. واموريني سعادتك. انا عايزه بقى كذا حاجه كذا طلب. اتفضلي. هتعبك معايا شويه؟ اتفضلي. ربنا يخليك. انا كنت شفت كنت اخدت مقادير اللي هي اصابع الفراخ اللي بالشيبسي والكورن فليكس بس ما لحقتش الطريقه. كنت عايزه الطريقه من حضرتك. ممكن؟ اللي هي كريسبي؟ اللي هي كانت صوابع فراخ بالشيبس بالكورن فليكس والشيبسي حضرتك كنت عملت شيبسي وبعدت في الاخر تقلت تقريبا لا هو الله انا بص حضرتك ممكن اعمل اكل الاسبوع اللي فات انا مش هفتكر الاسبوع ده فكريني بيها بالظبط عشان انا ابقى مركز معاك ما هي انا خدت المقادير بتاعتها وقمت لما رجعت لك خلصتها فهي كانت الاسم كان اسمها صوابع الفراخ بالكورن فليكس هو فراخ فينجر اه ماشي حاضر على عيني ماشي وكنت عايزه كمان طريقه البطاطس جراتان اللي ايه البطاطس الجراتان الجراتان وعايزه مقادير البريوش اللي حضرتك عملتها من كام يوم ده انت عايزه كتاب اه بالظبط كده هتابعي مع الاعداد عندي تابعي مع الاعداد عندي هديكي كل حاجه حاضر ربنا يكرمك بشكرك بشكرك طيب كده هنا ادي الفراوله بتاعتي اشيل ده كده انا عايز اعمل حاجه كده يماني
ايوه يا صباح الهنا يا من. يا صباح الفل يا شيف يا احلى شيف. صباح الفل على عم. انا زعلان، انا قلت لك على الشاورما، عمايل الشاورما ومش قلت لي عليها. انا اقول لك عليها دلوقتي وازعق، وانا اقدر ازعلك اصالحك دلوقتي. انا اقدر. على فكره المدام من ساعه ما قلت هي ما بتعرفش تطبخ، مش عايزه تطبخ لي. وانت قلت لك ما تتكلمش في السياسه، ما سمعتش كلامي. استحمل بقى. ايوه انا اقول لك ومحذرك. ايوه طب هجاوبك بقى على الشاورما دلوقتي عشان هي ايه ترجع تصالحك. روح وانت اعمل لها الشاورما بقى. مبايت الشغل بقى عشان نقعد نطبخ احنا وزمايلنا، عايزين يكلموه. على عيني يا باشا. الو. طيب كده هنقول لك على الشاورما الفراخ، بس اخد فاصل بس الاول واكمل تزويق الطبق وارجع لحضراتكم تاني. هو دار محطه ولا تروح في حته. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. الكيكه في الفرن اهي، الاسبونج اللي انا بكسرها وبطلع منها الكيكه، وعملناها وغرفناها زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. تعالوا نشوف البيف ستراجانوف على الطريقه الهنجريه، اللي هو اصلا بيبقى على الطريقه الروسيه. كلمه بيف ستراجانوف دي على الطريقه الروسيه، هنشوف مع حضراتكم ازاي هنطبقها مع بعضينا. الهنجريين هنشوف مقاديرنا. لحم بقري، فلفل اخضر، خيار مخلل، مشروم، ديميجلاس، لو في طماطم ماشي مفيش مش مشكله، تعفير الدقيق، كريمه لباني او حامض، زبده، بصل، بقدونس، ملح وفلفل. بعد كده عندي نودلز معاه. يبقى انا كده عندي اهي اهو، ادي البصل، ادي الزبده عشان الطاسه ما تتحرقش مني. اخش بقى على النار. دايما لما الاقي الطاسه بتاعتي سخنه برحمها بالبصل او بالايتم اللي هو قبل ما اخش معاها كده. ادي الخيار المخلل، بيبقى فينجر مش مفروم اهو كده. يا ست رجاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مستنياك. انا اسف يا فندم، والله سامحيني. ربنا يكرمك. معلش انا كنت فاصل، انا اسف يا فندم. تسلم ايدك يا فندم. تأمريني يا فندم. ستي حضرتك انا عايزه العمايل المقلوبه. المقلوبه ايه تاني يا فندم؟ والحلبه المعقوله. ليه يا فندم؟ الحلبه. ايوه حلبه ايه يا فندم؟ حلبه معاك. حد يسمعني يا جماعه، انا حضرتك مش سامع ولا زمايلي كمان. حلبه ايه؟ الحلبه المعقوده اللي هي الحلبة. مع حضرتك انا هقول لك بس حاجه. أيوة. الحلبه بتاعت الناس اللي لسه والدين، ولا الحلبه اللي هي اصلا بنعملها مفتقه؟ ايوه المفتقه. المفتقه بكره هعملها لك على الهوا. بكره هعمل لك المفتقه وركزي معايا هعملها ازاي. ماشي تحت امر حضرتك يا فندم. المقلوبه عندي بتنجان، قرفة خشب، قرفة ناعمة، قرفة خشب، قرفة ناعمة، طماطمية، بصلتين، نص كيلو رز بلدي، كيلو بتنجان رومي. وهنشوف هنعملها ازاي. بحط البصل مكعبات على النار يصفر، بنزل عليه باللحمة بتاعتي، بنزل عليه باللحمة بتاعتي او فراخ زي ما انت عايزة.
بديها قرفة ناعمة، اديها قرفة خشب، حبهان واحد اتنين ورنفل، وبخليها تتمازج مع بعضيها واقلبها كل شوية. بحس البصلية بقى اتأقلمت معاها، بروح داخل عليها بالتوابل كلها واديها مية وابشر عليها طبق مية واحدة، بديها مية واخليها تستوي مع بعضيها. بعد كده بصفي الشوربة لوحديها واخلي اللحمة لوحديها وقلت البتنجان. بجيب الحلة كده قدام مني، بروح حاطط البتنجان في حروف الحلة، اللحمة اللي انا سويتها في النص بعد ما صفيتها من الشوربة، وبروح اقلب الرز عليها فوق اللحمة. بعد ما اقلب الرز فوق اللحمة بروح نازل بالشوربة بتاعتي واغطي الرز تماما، ويبقى بعد الرز بنص سنتي، واسيبها تستوي على الهادي. وانا شغال بهزها كده مرتين، لازم الحلة اللي انا بشتغل فيها بتكون حلة تفلون. تفلون يا جماعة اللي هي اصلا ما بتلزقش. بعد كده الرز شرب ميته، ما بتقلبيش وما بتعملش اي حاجة، سيبها براحتها. بعد كده بعد ما بيشرب ميته تبقى تمام، بقلبها في الطبق بتاعي، عشان كده سموها مقلوبة. كده ادي الخيار، ادي فلفل الوان، فلفل اخضر اهو، كله ببقى طويل بالاطوال. حميدو ابن حميدو، يا صباح الفل يا شيف. حميدو ابن حميدو حبيبي، يا صباح الفل، وانت ممتع بكل حاجه بتعملها. صباح كل حاجه حلوه في الدنيا يا جميل، وكله بيتعلم منك يا شيف والله. ده انا بتعلم منكم، ما تودينيش في ده يا عم انا غلبان. لا لا لا، ده يا ايه بقى ده، انت يا حبيب قلبي. صباح الفل يا حبيب قلبي، والله تحياتي ليك والشرقيه كلها بتحييك، وصحاب كتير قوي بيحبوك وبيتفرجوا على البرنامج دون، والحمد لله يعني انت في النجاح المستمر، وانتوا معانا طبعا. نجاح بيكوا، نجاح بيكوا، وكل الناس اللي عندك الحلوين دول بيصبحوا عليك بالرغم ان كلهم سقعانين. كلنا هنا الجو عندنا في المطر طبعا في الشارع جامد قوي. بنطر حدانا برضو؟ حدانا جامد قوي، التين انت عارف بقى عاملين نسحنا زي الجليد كده. وسلامي سلامي للشيخ بدر الطيب. طيب الله يبارك لنا فيه، اللي بيقول اشعار بتغزي مصر ومصر بتناديله. انا بقول لك انا نفسي اروح الكويت عشان ازور واسلم عليه، بس طبعا ما ينفعش، انت عارف عشان اروح اخد فيزا ولا حاجه، فكر اروح اشتغل هناك ولا حاجه مش هيردوا الدهالي، قلت بقى يعني كده يعني. طيب كده هنا اهو، ادي الفلفل، معلقه مستردة، ادي معلقه طماطم مش كتير، الطماطم اهو كده، نديه بقى المشروم بتاعه عشان ما خلصنا منه. ست ام احمد، يا حاجة ام احمد. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ام احمد؟ ازيك يا شيف، عامله ايه؟ منورنا والله. انت مشرفاني يا حبيبتي، ربنا يخليك. انا كلمت حضرتك قبل كده سالتك على صدور الفراخ المشويه. وانا ما جاوبتكيش؟ لا جاوبتني وبتسلم بجد، فالحمد لله. انا خفت لكم ما جاوبتكيش. لا جاوبت والله، طلعت يعني بجد مش عارف اقول لحضرتك ايه. لا ده انت ست زي الفل وناصحه وعرفت تعملي كل حاجه احسن مني، ربنا يخليك. انا بس عايزه اسال حضرتك على عجينه البرفترول والتوميه. عجينه البرفترول والتوميه، بس عايزه في عجينه البرفترول دي يعني هحط ايه قبل ايه وعامل ايه كده، يعني الترتيب مع المحتويات. هو التركيز انا عندي طبعا الميه بتسخن الاول، وبعدين بحط لها زبده ومعلقتين سكر ومعلقه فانيليا بتغلي، بعدين بنزل بالدقيق واقلب وبخليها تهدى شويه كده، بتهدى شويه، وبعدين بنزل بالبيض بتاعها زي ما بعمل العجينه بالظبط بتاعت بلح الشام، هي نفس العجينه بس باخد بدل ما تاخد زيت بتاخد زبده وبتاخد سكر مع الميه. بعد كده حضرتك العجينه لما بتهدى بحطها في العجانه تلف مع بعضها تطلع الهواء بتاعها، وبنزل بالبيض بتاعي بيضه بيضه
على اساس ان هي ما تستويش مني هتطلع معاك ان شاء الله زي الفل. كده هنا هنعمل ايه؟ النودلز بتاعي اتفقنا ان هنا ده نودلز اهو. ايه هو النودل؟ شرايح المكرونه. شرايح المكرونه اهي، ادي شويه ملح شويه زيت هنا، شويه ملح شويه فلفل كده. هعمل ايه بقى كده؟ لو انا ما اديتش دي مجلاس، لو انا ما حطيتش الديمجلاس ده هديها هنا تعفير الدقيق. تعفير الدقيق بتعمل لي ايه؟ بتعمل للصوص بتاع الشخصيه يبقى متماسك، ما يبقاش صايص زي ما بقولوا. لحمه الفيليه بتستوي بسرعه، لحمه الفيليه خلي بالكم بتستوي بسرعه. كده عندي بودره الديمجلاس اهي، دي بودره الديمجلاس. وخلي بالكم احنا اتفقنا ان احنا نعمل حلقه عن الصوصات السخنه، احنا عملنا البارد لسه السخن اهو. كده بجيب ميه تاني اهو. كده ادي البيف استراجنوف، لازم تدي شويه ميه تاني لان الديمجلاس تقيل بيتقله شويه اهو. عايزه لونه براون زي ما انتم شايفين كده، مش بني قوي ولا صوص قوي. كده اقلب النودلز بتاعتي عشان ما تلزقش في بعضيها اهي. بيسموها باتر دو نودلز او وايت رايز اللي هو الرز الابيض. عندي حل من الاثنين، مع الاستراجانوف يديها رز ابيض يا باتر رايز او باتر دو نودلز، يعني رز بالزبده او نودلز بالزبده اهو. يا ست نسمه، ست نسمة، يا ست نسمة، يا عم هاني صباح الخير. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي يا غالي يا عمدة الشرقوة كلهم. ازيك يا عم هاني يا جميل. الشرقية كلها دلوقتي سقعانة ومتلجة وعديد دلوقتي في أمطار جامدة يا حاج شربيني، وعايزك تلحقنا كده بشوربة عدس. اه هي فعلا أكلة، هي عايزه اكله عدس. بيني وبينك يعني اليومين دول مش عايزه غير العدس والبصل الاخضر، دول الفلفل الالوان كمان، اه والعيش بقى البلدي بتاعنا الحلو دوت. واحد ياكل وخش تحت ايه؟ تحت الحاف. زمان كان عندنا اوضه اسمها اوضه الفرن، كان بتلم العيله وتلم الحبايب دايما الجاعه، في الجاعه في الجاعه. فطبعا بقى في عصر السرعه والتقدم دلوقتي حتى ما فيش حد عندنا ما عادش في حد بيخبز في البيوت دلوقتي، كله اختنا بقى يجيب عيش خاص. ايوه احنا عندنا العيش الملذ المرحالي وكل. لا والله انا هقول لك على حاجه، زمان لو حد دخل بيته رغيف كان بيسموه العيش البلدي ده اللي بيجيبه من الفرن ده، العيش الطابونه كانوا بيسموه عيش خاص. ايوه فلما واحد كان يخش في بيته برغيفين بلد من بره كانوا بعايروه، طب عيبه قوي ده مش لاقي يخبز. ايوه ده مش لاقي يخبز، فالحمد لله دلوقتي الناس كلها ما بقتش تخبز. ربنا يحميك كده يا حاج شربيني. صباح الهنا يا عم هاني، صباح كل حاجه حلوه في الدنيا. هاني بلدياتي بصبح عليه، بشكره على اتصاله الجميل. الاستراجانوف اهو ده زي الكتاب ما بقول، زي الكتاب ما بقول، لا بزود ولا بنقص. ليه بقى؟ لان احنا زمان لما كنا بنشتغل في الفنادق كان عندنا حاجه اسمها ستابلدوت او سيت مينيو. التابلدوت او السيت مينيو كان في الاسبوع كل اسبوع مرتين نعمل بيف استراجانوف ضغط مثلا،
وجبه تكفي مثلا 500 700 800. فبقينا ايه؟ عارفينه. ما بقاش جديد علينا يعني. اخوات المسيحيين صايمين. عايزين نعملهم النهارده فاهيتا بس صيامي. فاهيتا صيام ازاي؟ فاهيتا صيام ازاي يا عمي؟ هنقول مع بعض. طيب استاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اخد فاصل وارجع لحضراتكم تاني. هنتكلم على الفاهيتا. اقعد روح في حته ولا تغيروا المحطه. فاهيتا صيامي. هنشوف حضراتكم مقاديرها مع بعض. عندي مشروم، عيش تاكو او تورتيه، فلفل الوان وبصل وطماطم، وعندي توم وبهارات وعصير ليمون وكزبره خضراء، زيت زيتون، ملح وفلفل. ادي المقادير قدام حضراتكم على الشاشه. وبدل ما انا اعمل العيش بتاعي ملفوف، هعمله بطريقه جميله قدام حضراتكم. ممكن يبقى افضل لي بدل العيش التورتيه ده ما بلفه، ده بعمله رول بس بقى موضه قديمه. طب تعالوا نشوف لو عملنا ده كده. ورحنا جايبين دي بنحطه كده ونروح حاطين دي كده عليه. ايه رايكم كده؟ واروح حاطه في الفرن اهو. وانسى بدل ما الفه بعمله طبق. ده اللي هنشوفه مع بعض. يا ست نيفين صباح الفل يا شيفي العزيز. صباح الفل على ست نيفين. اخبارك ايه يا شيف؟ في نعم والله يا ست نيفين. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ في نعم والله. ازاي حضرتك؟ قد ايه جميل البيف السجنوف. قد ايه جميل. ده انت اللي ست جميله يا ست الكل. والله ما في اجمل منك انت. الله يسترها معاك يا ست الكل ويخليكي لينا. اخبارك ايه يا شيف؟ والله الحمد لله في نعمه يا بنتي. الدنيا برد بقى يا شيف، عايزين الاكلات اللي بتدفي. والله بيني وبينك انا عايز، عارفه نفسي اجيب ايه؟ ايوه بكره اعمل لكم الحلبسه. ايه رايك في الحلبسه؟ بموت فيها يا سلام. هو حمص الشام بس ايه زي الكتاب ما بيقول. والمفتقه. المفتقه دي مامتي بتحبها حب بقى. لا هنعملها زي الكتاب ما بيقول. زي الكتاب ما بيقول. لا ويا مامتي بقى ست كبيره وحافظه بقى الحاجات القديمه. ربنا يخليها لك. ربنا يخليك يا شيف. بس عارفه نعم شوربه العدس. لا عارفه انا عايز اعمل ايه. ايوه عدى على اي جزار واجيب منه ماسورتين. لا دي حاجات جامده علينا دي يا شيف، ما نقدرش نعملها. اروح جايب الماسورتين ومكسرهم وحاططهم على النار مع بصل وجزر وبطاطس وطماطم واربع فصوص ثوم وقرن فلفل حراقين. هو انت فاكرنا وجزرتين واروح رامي عليهم نص كيلو عدس. خلي الدنيا تاكل في بعضيها. في الاخر اروح مطلع بس الماسورتين ومفضي النخاع اللي جواهم واروح ضارب بيت الخليط ده كله فين؟ هو ما ينفعش نص كيلو عدس، انا عايز اجيب 2 كيلو عدس عشان عندي جيش هنا. هلحق على دول منين؟ هو في واحد نايم واللي قاعد واللي مش عارف واللي ماسك الونش. بس رومون هيتخانق معانا ويقول لي لا ده مش صيامي. فاكله زي دي بقى بيني وبينك يعني في الشتاء هتاكل؟ بيقول لي هياكل زي بعضه. لا رمون بجامل خلي بالكم. يعني رمون ما شاء الله حلو بيحب جامل. تلاقوش يعني. فهتبقى اكله بقى ملهاش حل دي. الماسورتين الحلوين بتوع الكندوز يتكسروا. حطوا في الحله. ونعيش حياتنا بقى زي ما احنا عايزين. ومره كنت رايح لواحد صاحبي كهربائي سيارات اسمه الحاج بكر عبد الخالي الله يمسيه بالخير. ومش عارف هو كان صاحب يعني مش لازم اكون بصلح حاجه في العربيه، فكان بقعد معاه. فالورشه كبيره قوي ما شاء الله فيها بتاع 20 30 عامل.
فلقيته راح واخدني ايدي، قال تعالى موريك حاجه. قلت له ماشي. دخلت معاه لقيته جايبين اذان وحاطين البشبور اللي هم بيشتغلوا بيه اللي هو عامل زي الفنيار ده تحت منه، وعاملين له حامل، وحاطين حله الايه الحله دي بتغلوا فيها بتاع اربع ماسورات من عند الجزار اللي جنبيهم، وحاطين بقى بتاع كيلو بطاطس وكيلو جزر وكيلو طماطم وراسين توم، وقاعدين حاطين الايه بيغلي، وراح محطين العدس عليه. طبعا المواسير ديت لما فيها بهريس كتير، شفت المنظر انت بتجيبها ايش من الكف الليله دي كلها؟ اذان. راحوا جابوا حوالي مش عارف 30 جنيه عيش ولا قد ايه. قعدنا ناكل، اللي حول اللي حول، واللي نام نام، واللي ما عرفش يروح ما عرفش بيته فين. حاجه ملهاش حل. بس اكل شرقي، اكل الشقيانه التعبانه اللي بتحرق، مش الناس اللي هي قاعده على النت، من النت للكمبيوتر، من الكمبيوتر مش عارف للايباد، من الايباد للايفون، ويقول لك احنا بنشقى. لا، دي الناس التعبانه اللي بتحرق دي، اللي ياكل الحاجات الجميله دي لازم يكون بيحرقها. لكن الناس اللي كده كده يعني دول لا، ما قدروش ياكلوها لان هيتعبوا لو كلوها. هيتعبوا فعلا يعني. زي الاجانب، الاجنبي لو جبت له فول وطعميه ممكن ياكله بالليل الفول وطعميه كده، حاجه سناكس يعني، حاجه كده في 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 في, في مطعم في رستوران، بس بياكلها دلع، ياخد حته طعميه قد كده ومعلقه فول وكده. لكن لو قمت الصبح وجبت له بنص جنيه فول وبجنيه طعميه وثلاث رغيفه وراسين فجل او راسين بصل، مش هيعيش تاني. لا، مش هيستحمل الصدمه دي. احنا بالنسبه لنا بقى ما انا عايشين عليها، هي حياتنا دي. طيب كده هنا براحتنا. ادي البصل. الفاييتا النهارده هنعملها بطريقه جميله وبشكل جديد وفكر جديد. ليه؟ عشان اخواننا المسيحيين يعيشوا حياتهم زي ما هم عايزين. يا سلام بقى لو قرنين فلفل حرقين تاني يا عم رمون. ما بتاكلش الفلفل؟ بتاكله ها؟ والله ما انا حاطه. يلا بقى. طب مش مخلي حاجه مش عاتق، لا عدس عاتق ولا ريش عاتق ولا فراخ عاتق. كده هنا النهارده يا جماعه اي حاجه تطبخيها في البيت بمزاج هتطلع زي الفل زي الفل. قسطنطين انت برضه يا قسطنطين ما بتفطرش ما بتصومش؟ والله العظيم انتوا حرين، انتوا حر ما بتفطرش، بنروح النار وخور دم. انا بقول لكم رومون اخرتها وحشه. ايوه. اللي ما بيفطرش بيروح النار ويخور دم. ايوه. حد يوزك كده ولا كده يقول لك لا هروح نولع شمعتين ولا هروح نصلي ولا كده، ما ينفعش. ايوه. ست ام مالك. ايوه. صباح الفل يا ام مالك. ازيك يا شيخ؟ عارفه انت لما بتتاخر عليا كده بحس ان فينا حاجه ناقصه. تسلم ايديك. الله يخليك يا ام مالك. ازاي؟ شكرا على الاكلات اللي بتعملها. الله يخليك يا ست ام مالك. انت عامله ايه ام مالك؟ ايوه. عامله ايه يا ست الكل؟ ممكن اقول لك كلمه وبعدين هسالك سؤال؟ يلا قولي. هديه من الرحمن، هديه من الرحمن هداها ربنا لبني الانسان. ربنا يزيدك كمان وكمان ويحميك في كل وقت وكل اوان. هو صوت بط عندك يا ام مالك ولا عندنا؟ احنا من غيرك كنا في خبر كان. طب وطي التلفزيون عشان اسمعك يا حبيبتي. ست ام مالك. ايوه. صوتك راح فين؟ احنا هنا اهو. واحنا معاكي. الله
جدا، بحبك قوي، بنحب الشيف علاء. ربنا يخليكي، ده اخوكي يا حبيبتي، ده اخوكي. انا عاوزين نعمل كيكه تكون عاليه يا شيف، ممكن احط لها، بص تعالي بس عمر، احط لها كيس بيكنج باودر وكيس، بص 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 اهي ادي الكيكه العاليه اللي انت عايزاها. شادي كيك شيف، هي بالكيك شيف طبعا، الاثنين مع بعض ممكن، مش مشكلة، بس اذا حضر بطل التيمم حط البيكنج باودر وتوكل على الله، ما تقلقيش علينا. ممكن احط الكيسين يعني؟ ما فيش مشكلة عادي، بس احنا ده بيبقى يعني واخد كل حاجة، ما بنحطش محسن كيك، ما بنحطش عارف ايه، ما بنحطش ايه، يبقى كل حاجة موجودة فيه. لكن عايزة تحط ولا انت حرة، انا حدش ليه حاجة عندك. اشكرك على كلامك الجميل الحلو، ويعني مش عارف اودي جمالك فين والله من الكلام الحلو اللي بتقوليه ده يا ست الكل. بشكر ام ملك يعني دي صديقه البرنامج على طول معانا، وربنا ما يحرمش من كلامها الجميل الحلو. يعني الست قاعده يمكن من امبارح لنهارده بتتكلم تكتب وتعمل عشان تيجي تكبر خاطرنا بكلمتين حلوين، وطبعا بيكبرونا قدام الناس وبيخلونا يعني زي الفل كده. ادي فلفل الالوان، اهو اقلب. يا صلاتك يا حبيبي يا نبي يا استاذ يوسف. الو يوسف. الو ازيك يا استاذ يوسف؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ كويس. قول لي ماما بتطبخ طريقه التورته بتتعمل ازاي؟ التورته اه هجيبها لك على الشاشه على طول دلوقتي على عيني يا حبيب قلبي. شكرا لاتصالك يا يوسف. يا ست همت، يا صباح الفل، صباح الهنا على ست همت. ازيك يا شيف، اخبارك ايه؟ في نعمه والله يا ست همت. دايما يا رب، ربنا يديك الصحه. اتفضلي، سؤال حضرتك ايه يا ست الكل؟ ربنا يخليك. لا احنا بنقوم الصبح كده بنشوفك وبنشوف الاكل بنتدفى. يا ست ربنا يكبر بخاطرك ويخليك ليا على كلامك الجميل الرقيق. والله صباح الهنا، ربنا يخليك يا رب. ما نتحرمش من صوتكم الجميل يا ست الكل. الله يخليك. ليك اي سؤال عندي؟ اه كنت عايزه اعرف الصوص اللي انت حطيته في اللحمه ايه؟ ما ده صوص الديمجلاس حضرتك موجود عندنا زي ما اتفقنا في كل سوبر ماركت. يعني هو بيبقى جاهز وانا بخففه بالميه؟ اه بالظبط كده، لان انا هعمله لكم على الهواء ان شاء الله الاسبوع الجاي زي ما عملت حلقه الصوصات دي، هعمل لكم حلقه سوق عن الصوص الديمجلاس. بشكرك على اتصالك. حبه الليمون دول عشان يبقى عندي الأكلة كده بيضة ما تسودش مني. أهي دي الطماطم بتاعتي. كده. المشروم يا جماعة غني جدا في بروتين وفيتامين وحلو جدا. يعني هو يعني بصوا حضراتكم، لو انا قارنته ما بينه وبين اللحمة هيديني نفس الفايدة. طيب يعني مش معنى ان انا ما باكلش لحمة وصايم 55 يوم دول يعني هتعب او لا، في حاجات هتسد مكان اللحمه وتبقى جميله جدا. يعني يا ريت احنا كلنا ناكل، مسيحي ومسلم ناكل مع بعض فيها، على الاقل ناخد اجازه من اللحمه، وبرضه اخد فاصل منكم وارجع لكم تاني السوق دور المحطه واروح باي حته. رجعنا حضراتكم بعد الفاصل، والمخرج بعكسني جايب لي لوحه فنيه بيقول لي ده لا فول ولا طعميه،
ضفيتها معمولة عندنا في مطبخ الشيف. طيب كده هنا ادي الفاهيتا غرفناها صيامي، هنشوف بعد كده هنغرف ازاي الاستراجنوف. هقول لكم ازاي في الفنادق بيعملوه واحنا هنا ازاي بنعمله، ايه هو الباتر دي نودلز. ادي النودلز كل حاجه وليها تاريخ وليها وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي زبده اللي هو بنقول عليها بالانجلش بتر، بصوا شايفين الصوصات اللي احنا عملناها الدريسنج موجود في التلاجة اهو، كل حاجة عندنا اهي لغاية ما السلطات بتاعتي. انا بقول لكم الحاجة بنعملها زي المخللات اللي حطيناها بنحتفظ بيها عندنا. طيب كده هنا ادي المكرونة بتاعتي اهي مع الزبدة، شوية ملح شوية فلفل شوية بارسلي اللي هو البقدونس، ادي يا ملاك. ولاء مساء الخير. مساء النور يا شيخ. ستي ولاء ازيك؟ عامل ايه يا شيخ؟ في نعمه والله يا ولاء، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. اخبارك ايه؟ في نعمه والله يا ولاء، ازيك انت اخبارك ايه؟ الحمد لله، تسلم ايدك. اتفضلي معانا. حبيت بس اصبح عليك يا شيخ. يا احلى صباح من ست ولاء، يا احلى صباح من ست ولاء في الدنيا. يا ست ام محمد سلام عليكم. ازيك يا شيف شربيني؟ صباح الهنا على ست ام محمد. صباح الكل، الله يخليك. صباح الفل يا شيف. صباح كل حاجه حلوه في الدنيا يا ست الكل. الله يخليك يا شيف شربيني. اخبارك ايه؟ ازيك يا فندم؟ الله يخليك يا شيف. اخبارك موري. حاولي تكلميها تاني، الخط قطع، انا اسف جدا. يا ست مروه السلام عليكم. ازيك يا ست مروه؟ صباح الفل يا سيد الكل. يا صباح الهنا يا ست الكل. وعدتك اعمل لك قصيده، وبقالي يومين بجرب اتصل واخيرا الخط جمع النهارده. يا حول الله، يا انا تعبكم معايا والله العظيم. انت تؤمر يا شيف، انت اقول لك ايه بس يعني. ربنا يكبر بخاطرك يا بنتي، اتفضلي. ربنا يبارك فيك. تحت امر سعادتك. انا كنت دايما اسال اطبخ بكره ايه؟ على طول كان الرد يا ستي اللي تعمليه. دلوقتي ما بقتش اسال، الساعه واحدة اعدل الريموت في ايدي وانقل على سفره وافضل لوصفات الشربيني اسجل. اللهم صل على النبي. هتقولوا الشيف ده بس عامل لك ايه؟ استفدت منه ايه وتعلمت منه ايه؟ هقول ده شيف ده، هيقول ده شيفنا ده شيف لا يعلى عليه. علمني يعني ايه معنى البوكيه جرنيه. وكمان فراخنا البانيه يا اخوانا ولا الباتيه، والبطاطس البوريه والقوطه الكونكسيه ولا عجينة السابليه. هقول لكم هتقولوا كل ده بس من كتر حبك فيه. هقول والله عمري ما ابدا هشكر فيه، ومهما قلت عليه عمري ما حقه اوفيه. يا رب من عيون الناس ومن عيون حساده تشميه، والاعلى المراتب يا رب عندك تعليه وتخليه وتبارك فيه، وبزياره حبيبنا النبي تراضيه. افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم على سيدنا. وعلى لسانه كتر ذكر النبي ليه. عليه افضل الصلاه والسلام.
وفي الجنة خلي محبته للنبي دايما شفيع عليه، ولو في الآخرة عطش من إيد النبي تسقيه. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي عليكي. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي عليكي. اللهم صل صلاة النبي أحسن عليك يا بنتي والله. ربنا يكبر بخاطرك ويخليكي لينا يا ستي. ربنا يخليك لينا يا شيف. ربنا يسترها معاك الدنيا وآخرة يا حبيبتي. وانت عارف يا شيف أنا حصل معايا موقف في عمري كله عمري ما هنساه. اتفضلي. الموقف ده مرتبط بيه. بينا؟ اه. اللهم صل على النبي. أنا كنت قاعدة مرة كده قدام التلفزيون. اه. فجه جوزي من بره. اه. عايز الريموت اللي بيجيب الماتش بتاع برشلونة وريال مدريد. أيوه. قلت له لما الشيف شربيني خلص. ايوه. انا جاي بدري من الشغل صدقيني هسيبك وراح اتفرج على القهوة. قلت له والله اللي تعمله. قاعد تقول انا مش عارف انت كل يوم تشربيني بالنهار وتشربيني بالليل في القعادة انت ما بتزهقيش. لقيت صاحبنا كده شكله غيران وعينيه بتدق شرار. قعدت اضحك وكهكه. قول انت بتضحكي انت بتضحكي على ايه؟ قلت له بصراحة كده بصراحة أنا هقول كلمة تعرف يا كبير. ها. بس الكلام سر هنا في بير. هو حد يسمع حد سمع غير أنت بس. أنا بحبه قوي 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 لما عليا يغير. الله الله كده كشفت مواهبه المداريها. اسكت يا أخت الراجل لما بحب يدرع على الست كده تبقى مشكلة. بس الست الناس اللي بتنكشه تخليه يجيب آخره. الموقف ده عمري ما هنساه يا شيخ وكان ده فضلك والله ربنا قليل قوي لما يغير عليا يعني. يعني الحمد لله اتاكدت اني بحبك. الو والله. اللهم صل على النبي صلاه النبي احسن. طيب كده كويس ان احنا بنكتشف حاجات كده الرجاله ما برضاش يبوحوا عنها الا لما بيزنقوا. ايوه كده يا اختي هم كده الرجاله دايما بينكروا زي القطط بياكلوا وينكروا كده. انا عملت ايه كده حضراتكم؟ هو انا معلش اسف ان ده شغل الفنادق. ده البورشن او البرسيون او الطلب اللي بيطلع. ادي شوية صور كريمة اهي. وده البتر دي نودلز. بيطلع الطبق قدام الجست بالمنظر ده. في السيت منيو او في التابلو دوت. بيطلع بالمنظر ده. ولكن المفروض بنغرب ده لوحده وده لوحده. فانا عملت كل حاجة قدامكم عشان يبقى ايه عارفين احنا بنعمل ايه. وقعت ليه يا رمون؟ رمون وقع يا اولاد. مروان. ومروان. الو. صباح الهنا. صباح الفل. ازيك يا ست الكل؟ الله يخليك. اموريني سعادتك. عايزة طريقة الزيتون. ليه يا فندم؟ الزيتون. المخلل يعني؟ لا الزيتون. الجاتو على عيني يا فندم. الله يخليك يا سيدي. تحت امرك. بص حضرتك في تورتايه اهي في الفرن اهي. الشيف كيك اهي. هي دي الجاتو. دي عجينه الجاتو. هنقول عملناها ازاي. ده الشيف كيكس. بس بدل ما بحطه في فورمه مدوره هحطه فورمة عادية. واحنا دايما بنتكلم يا جماعة بنقول لما بنطلع التورتاية من الفرن بتهبط. احنا طلعناها من الفرن اهي. ونشوف هنا ايه هي. ادي الشيف كيكس. او الكيك شيف. طيب. العجينة دي هقولك عملناها ازاي عشان تحطيها في صاج مربع. عشان نقطعه ونعمله جاتوه. بص يا ستي 10 بيضات 10 بيضات ربع كيلو سكر كيس كيك شيف 350 جرام دقيق معلقة فانيليا وذرة ملح قدام حضرتك اهيت. لو عملتيها بنفس الطريقه اللي عملتها كده هتطلع عندك هنا الجاتوه. بس هيبقى في ستوار مربع عشان اقسطه واعمله زي ما انا عايز. هحشيه من جوه بالكريم اللي انا عملته دوت اللي هو البست شو بست كريم او البست كريم. هديله فواكه من جوه او مكسرات زي ما انا عامل هنا كده. وبعدين هديله كريم شانتيه فوق
وبعدين بقصته وقطعه زي ما انا عايز، وبعدين بزوقه من فوق بقى زي ما انا عايز. عندي حريه الاختيار في التزويق، الاختيار في التزويق. طيب يبقى احنا كده هنا عملنا اللي ايه، ادي الفاهيتا، البيف استراجنوف، وادي الاسبونش اللي هو الكيكه الاسفنجيه اللي انا بحط بيها، قطعتها وكسرتها حطيتها هنا في الترايفر. يبقى لسه عايز اعمل الشوربه. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل الشوربه ازاي. شوربه الفراخ بالخرشوف، عندي صدور فراخ وخرشوف وجزر ومشروم، توم، كزبره خضراء، معلقه دقيق، كريمه لباني، مرق، عصير ليمون، بقدونس مفروم، وزبده، ملح وفلفل. حقيقي هي سهله جدا، بس عايزين نعملها مع حضراتكم على الهواء. كل حاجه عندي معموله بطريقه جميله. عشان نعجب حضراتكم عندي كده هنا الطاسة على النار، النهارده والله يا جماعه حلقه حلوه، وعايزكم تنتظروني بكره عشان هنعمل الحلبسه، حمص الشام، ونعمل المفتقه، ونرجع لزمان وايام زمان ونعمل مفتقه زي الكتاب ما بيقول. ست ايمان مساء الخير. لو ست ايمان سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ستي؟ ازي حضرتك؟ صباح الهنا يا حجه. الله يخليك، الله يخليك يا شيخ. ايه الحاجات الحلوه دي؟ مش احلى من حضرتك. الله يخليك يا شيخ، انت تأمريني ساعتك. اتفضلي. ايديك ونظافتك دي ما شفتهاش على حد. الله يسترها معاك دنيا واخره يا حبيبتي. شكلك كده بتخر صابون وانت واقف. الله، والله بصي جايبين لي صبانه جديده، بصي عامله ازاي؟ حاجه والله حاجة حلوة. بصي الله يضغط عليها كده، تجيب صابون ونغسل ايدينا عشان الحبايب. حتى ريحة الصابون الله العظيم. الجماعة بتوع الاكسسوار دول ناس زي الفل، جايبين الصابون ريحته حلوة قوي. انت زي الفل، الله يسترها معاك يا ست الكل. الله يخليك. اتفضلي يا فندم، سؤال حضرتك. الله يخليك. والله يا شيف انا كنت طالعة من المستشفى، الف سلام عليك، وتعبانة شوية، فأول ما دخلت البيت بقول لهم هاتوا لي الشربين، انا ما شفتوش بقالي كام يوم. قالوا لي انت في ايه ولا في ايه؟ قلت لهم ايوه انا عايزه الشربيني هخف. هو العلاج بتاعنا الشربيني، هو مطبخ. الف سلام على حضرتك، بشكرك على الحاجات الحلوه. نورتي بيتك يا ست الكل، والف سلام عليك. اجر وعافيه عند الله، اجر وعافيه عند الله. شكرا يا ست الكل، اشكرك اشكرك والله. حطينا زبده هنا، وادي بصل كده، ادي الخرشوف بتاعي، الشعب المصري جميل، شعب دمه خفيف، وبعدين ليه قفشات حلوه كده وكلام جميل، كلام حلو بيفتح النفس على الشغل. سبحانك يا رب. والله العظيم سبحانك يا رب. ست زينب صباح الخير. الو ست زينب ازيك؟ ايوه الله يسلم حضرتك. من فضلك انا بسالك على اني كل ما اعمل حمام احشيه كتير من الحمام بيطق، ومع اني ببقى ناقع الرز من بدري. انت بتحط رز ني ولا مستوي؟ لا رز ني. يبقى كده لازم يضرب. امال اعمل ايه؟ سوي الرز بتاعك ثلاث ارباع سوا. ازاي يعني سويه يعني ازاي؟ بص حضرتك، ببشر بصلتين كبار على النار في حب الزبده يا ام. ايوه. الزبده سخنت، حطيت فيها البصل. نعم. زبده على النار. ايوه. بصلت بصلتين كبار بشرتهم. أيه. حطيتهم مع الزبده. اديت لهم معلقه قرفه. فلفل مجروش. بعد كده ماما ركزي معايا. هحط البصل على الزبده وبعدين؟ خليه يصفر على النار. ايوه. اديله مكعب مرق. شويه قرفه. فلفل مجروش. حط الرز عليه بعد ما غسلتيه. ما احطش ميه ولا حاجه؟ حط ميه. حط ميه. غطي الرز ميه.
أدي الرز مية يعني معنى كده ان انا هسويه خالص لا وحش. احنا ما قلناش بعد المية بربع بنص سنتي غطي الرز مية ايه خلاص سويه تلات اربع سوا ايه بعد كده برديه وانت بتسوي حط معاه الكبد والقوانص بتجيب الحمام بتاعك بتحشيه الحمام اصلا لما بيجي يستوي على النار ما بيخدش اكتر من تلت ساعة او نص ساعة يا شيخة لو هو كبير لكن الرز اللي انا حشيته جوه الحمام عايز له ساعة على ما يخش الانسيرت جوه لازم يضرب مني انت لما تصير تلات اربع سوا خلي الحمام يغلي غلوتين ثلاثة كده ادي له طماطمية شوية بوكيه جرنيه بصل وجزر كرفس معلقة طماطم استوى عندك ثلاث اربع سوا روح مطلعاه كده وحط عليه شوية زبدة عصير طماطم من فوق الوش ملح وفلفل ودخليه الفرن ما تحمروش حتى في الزيت هتلاقي الدنيا متغيرة معاكي تماما وطعمها جميل الدنيا هتبقى متغيرة معاكي تماما وطعمها جميل طيب كده هنا حطينا هنا ايه ادي توم ادي دقيق ركزوا معايا عشان النهارده حلقه جميله حطيت هنا زبده وبعدين بصل وبعدين مشروم وبعدين توم وبعدين خرشوف ادي جزر يبقى بصل توم خرشوف مشروم جزر مكعب مرق جزرايه اهو وتوم اهو حلو الكلام خليه على نار هاديه كده ونرجع تاني بقى نشوف هنعمل ايه ست امل الو صباح الخير يا ست امل صباح النور ازاي حضرتك يا ست امل الله يسلمك اموريني ست امل والله العظيم احنا بنحبك جامد قوي قوي وعايزك كده من عند ربنا يا اهلا بسعادتك يا ست الكل وبصراحه اول مره اكلمك بصراحه يعني يا اهلا بيك يا فندم ان شاء الله ما تكونش اخر مره بعزك انت يعني انت وعلاء اخويا كده اخوك يا فندم اخوك يا اخوك يا ست بس لو سمحت يعني ممكن اتكلم معاك يعني بس حاجه بعيد عن يعني الموضوع بتاعنا يعني اتفضلي يا فندم يعني ارجوك يعني ارجوك لو يعني شوف اي حد يعني يعني يكون يعني اي حد طبعا انت مسموع في البرنامج كله نعم انت مسموع يعني في البرنامج كله تؤمرين سعادتك انا اقل واحد في البرنامج انا شوف يعني اي حد تبعك يعني يقدر مثلا يعني انا عايز اي حد مثلا يساعدني يعني كده اساعدك فيا يا فندم تؤمرين سعادتك اي حد يساعدني مثلا يعني كده ان ايه يعني في ناس بتساعد يعني مثلا حد مثلا يعني يجيب لي يجيب لي طوب وكده اكمل البيت يعني وكده بس بعد اذنك يعني سيب رقمك على في الكنترول وربنا ييسر الامور بشكر حضرتك على اتصالك على عيني حاضر شكرا لاتصال حضرتك سيب رقمك بس في الكنترول لو سمحت كده هنا خد رقم لو سمحت يا هدى كده هنا اللهم صل على حضرة النبي يا مصطفى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ في نعمة والله كيف صحتك ايه كل سنة حضرتك امورني يا عم مصطفى انا على فكرة انا ابني نعم والدي يبقى صاحب حضرتك ايوه يا مصطفى والدي يبقى صاحب حضرتك عم متولي منصور تمام اهلا وسهلا ابن ابن الشيف متولي الو يا اهلا بيك يا حبيبي ازيك يا عم شربيني متولي انا كنت معاك اه يا ريت حاول تكلمنا تاني والنبي اشكرك لاتصالك يا عمي كده هنا ادي الفراخ بتاعتي هتطلع بصلايه كده اخو استاذنكم واخد فاصل وارجع لحضراتكم تاني اول المحطه واطرح في حته رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل وتعالوا نكمل الشوربه مع بعض ونشوف عملناها ادي الفراخ بتاعتي سويتها اهي
سبرت بدل مسلوقة. ادي هنا الخامات بتاعته كلها اهي. لازم لما الواحد يعمل حاجة لازم يعمل الجديد. طب دلوقتي حازم بيقول لي ليه ما حطيتش دول مع دول، هو المخرج طبعا عاملين ديوتو مع بعض وعايزين يتقصوا على كل شيء. لا انا حطيت دول مع دول وما اجي اضرب انا كده الشوربه، ما انا هضيع الفراخ جوه ايه الخلاط. طب انا عايزكم تاكلوا وتحسوا بحبيبات الفراخ. ممكن اسلق الفراخ لوحديها واخد الشوربه احطها، ممكن الفها بصلية كده ناعمه عشان تديني طعم حلو جميل، واغير في طعم بيتي واكلي واجدد في اكلي عشان يعني كده احس ان انا بعمل حاجه جديده. كده المسدس شغال اهو، الهاند بلندر اهو. النهارده الشوربه غنيه جدا وجميله جدا، هتدف حقيقي. اه هتدف طبعا، بس انا عايز اعرف الرمون وقت مع الكرسي ازاي. انت كنت نايم؟ امال مين وقع على الكرسي؟ ماشي يا رومون، انا اول مره اشوف واحد في مصوراتي بينام. وانت بتظبط المكنه وتنام؟ ما حدش هيصدقني، ما تخافش. يا طعشك فين بس؟ ما يقدروش. يا عم احمد السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيف؟ ازيك يا حماده؟ اخبارك ايه؟ الله انا في نعم الحمد لله. يا مشرف منور الشاشه كلها. وانت مشرفني بتليفونك الجميل يا حبيب قلبي. الله يخليك يا شيف، على فكرة أنا أول مرة أتصل بيك. يا رب ما تكونش آخر مرة. الله يخليك يا شيف. أمرني يا قلبي. ألف شكر يا شيف. تحت أمرك يا حبيبي. ليك أي سؤال؟ كنت عايز أعرف طريقة سلطة الفراخ. سلطة الفراخ؟ آه. على عيني يا حبيبي. بشكرك على اتصالك يا حمادة. كده هنا. سلطة الفراخ بتتعمل على كذا نوع يا جماعة. في تشيكن سلط، وفي سلطة هواي برضو بالفراخ والاناناس والكريم فريش كريم، وفي سلطة بالهولندية بالمينيز والكاري او الكركم. فكذا طريقة، لكن انا هقرب لك المسافة واعمل لك سلطة جميلة جدا، وعايزين نعملها على الهوا لانها تبقى حلوة قوي بالتفاح والاناناس والعين الجمل. بيسموها تشيكن هواي، لكن هقول لك هنجيب شويه خس اقطعهم واحطهم في طبق، شويه فلفل الوان، زيت زيتون، خل، ملح وفلفل، طماطم شري، واروح جايب فيليه الطماطم فيليه الفراخ، فيليه الفراخ بتبله بزيت زيتون وزعتر وليمون وملح وفلفل واشويه على النار. بعد ما شويته حطيت الخس مع الفلفل الالوان مع الدريسنج بتاعي اللي هو عباره عن زيت زيتون وليمون وخل وملح وفلفل، بروح جاي حاطه بقلبه مع بعض وشويه طماطم شيري، واروح جايب فيليه الفراخ ده في الاخر حاطه رصه كده على الوش كده مشوي كده حلو جميل. مش لازم يكون عندك شواية، عندك اللي هي الطاسة اللي هي ما بتلزقش دي، بسخنها على النار واديها شوية زيت واشوي الفراخ عليها، بطلعها بعد كده هروح حاططها فوق السلطة اللي عندي. يبقى عندك سلطة فراخ ملهاش حل، سلطة فراخ ملهاش حل. شكرا لاتصالك يا حمادة. كده هنا حطيت الفراخ بتاعتي، حطيت كل حاجه ضربتها في الخلاط. وليه انا قطعت الفراخ حطيتها مكعبات وسويتها لوحديها؟ لكن ممكن اسلقها وقابل بيها الشوربه وبعدين احطها في الطبق الاول واحط الشوربه من، لان ما احبش اضربها في الخلاط تبقى بوريه، دي للاطفال على عيني وراسي. لو هديها لطفل صغير، لو طفل صغير هديها له بوريه جميله جدا من قبل سنه وست شهور. الو السلام عليكم. ست ام عبد الرحمن ازيك؟ ازيك يا شيخ؟ صباح الهنا يا ست ام عبد الرحمن. عامل ايه؟ في نعمه والله. الحمد
دايما يا رب ربنا يخليك لينا يا شيخ. يا رب تأمريني سعادتك. احنا بلدياتك. اهلا بيك يا فندم. الله يخليك يا شيخ. تأمريني سعادتك. الله يخليك يا بس بس انا على حضرتك. يا احلى صباح من ام عبد الرحمن. الله يخليك ربنا يبارك لك ويخليك لينا يا شيخ. ربنا ما يحرمنيش من سؤال حضرتك علينا الجميل اللي مشرفني. شكرا ست ام عبد الرحمن على اتصالها الجميل اللي مشرفني قدام المخرج. كده هنا زعرورة اهي عشان ابقى انا ما قصرتش في حاجه، لان هو ممكن يجي في الاخر يقول لي انت ما حطيتليش جرنش هنا ليه، ساب كل ده ويقف على الجرنش. ما هو المخرج بتاعنا كده. طيب بلاش الجرنش هشيله انا. نعم. طيب عملنا ايه يا جماعه؟ عملنا الفاهيتة لاخواتي المسيحيين، احنا ممكن لنا ناكل مع بعضينا فيها، وعملنا الشريط رايفر اهو دوت قدام حضراتكم بالجمال دوت. يا سلام مع الافندي اللي واخد في حضنه الكيك شيفس. التورتايه دي اللي احنا عملناها اللي احنا خدنا منها المكعبات حطيناها، عملنا الشرب وعملنا النودلز اللي هو الباتر دو نودلز، عملنا البيف استراجنوف على الطريقه الهنجرانيه او على الطريقه الروسيه. بشكر حضراتكم على متابعتكم، وبشكر كل اللي اتصل بينا واللي كلمنا واللي ما كلمناش، وبشكر كل زمايلي في الاستوديو رمون والمخرج بتاعنا وحازم وكل الناس اللي معانا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.